التقى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور مع رؤساء ومسؤولي اتحادات دول منطقة شرق آسيا بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه تطوير لعبة كرة القدم في القارة الآسيوية بصفة عامة ومنطقة شرق آسيا على وجه الخصوص. وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم على أهمية التواصل المستمر بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الأهلية في القارة لما يشكله من وسيلة لمد جسور التعاون والتنسيق المستمر لخدمة الكرة الآسيوية، مؤكدا حرص الاتحاد الآسيوي على انتهاج سياسة الباب المفتوح مع كافة الاتحادات الأهلية والاستماع إلى مرئياتها ومقترحاتها الرامية إلى الارتقاء بمسيرة الكرة الآسيوية على كافة المستويات. ووجه معاليها الشكر إلى اتحادات الشرق على مشاركتها الفعالة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد. وجدد رئيس الاتحاد الآسيوي التأكيد على حرص الاتحاد الآسيوي لمواكبة مسيرة الإصلاحات في كرة القدم الدولية، مبينا أن التعديلات الأخيرة التي أقرها كونغرس الاتحاد الآسيوي تصب في ذلك الاتجاه وتعبر عن قناعة الاتحادات الوطنية بأهمية تطبيق الأنظمة واللوائح المتبعة في الفيفا والاتحادات القارية الرائدة.